صباح الخير، صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شو تعاودوا؟ يلا نضتوا كل سنة مع الله. توحشتوني في هاد الديكور ديال الفجر، هاد الوقيتة وهاد الصباح الكريم. انا درت شوية الكاعات، الحمد لله، اللهم لك الحمد. درت بحد مولات الدويشة دابا ونتصل وحد الكاعات ونوضت وكلت أنتم مع الله والنبي رسول الله. والله يدخل عليكم النهر مبارك مسعود، والله يحقق لكم كل الأمنيات ديالكم وفوض أمركم الله. فهاد الصباح ديال الفجر واش نقدر نقول لكم؟ شكرا ليكم على الدعم ديالكم، على البارتاج ديالكم، على الدعم ديالكم. الله يدعمكم في الدنيا والآخرة، الله يفتح عليكم في باب ما فيها بواب يا ربي. واللي خدام في هذا الصباح الله يتسر امره، واللي ما خدامش الله يتسر امره، واللي ميت الله يرحمه، واللي ما عندوش بغى يحقق كل امنيه ديال الله يحقق له في هذا الصباح يا ربي، تحقق له كل امنيه ديالو. هاد دعوه الفجر، ما نطولش في الفيديو، راكم عزازين وغاليين، انتم الامهات، انتم الاخوين، انتم اخوتي، انتم والديا. هادشي اللي نقول لكم، نتوكل على الله، نصلي الركعات ان شاء الله. وبغيت نحط لكم هذا الفيديو في هذا الفجر ان شاء الله، الله يدخلوا لكم باش مات من اليوتيوب، والله يحقق لكم كل الامنيات ديالكم. هادشي اللي نقدر نقول لكم، استغفار ونتوكل على الله. وهذا الفيديو ان شاء الله نحط لكم دابا شويه، شوفوا مشتيوش دابا، دابا تشوفوا ان شاء الله من بعد. ونهاركم مبروك، واللي ناعس الله يحطو في الامان الله والنبي رسول الله، ويثبتو على السؤال، ويثبت كل واحد على السؤال. وربي راه كبير والحمد لله. الله يسمح علينا ويسمح على أمة محمد يا رب، الدنيا فايته بوالو والحمد لله. هذه النعمة، هذه النعمة ديال الفجر، وأحسن شيء وقيم الليل أحسن شيء، والله العظيم. وعمق صابر إن شاء الله إلى آخر نفس حياتي في هاد الصلاة إن شاء الله، تيفتح لي الله باب ما فيها بواب إن شاء الله، أنا وأمة محمد لأخوتي المسلمين كاملين. والله يدوز نهاركم بخير، والله ينور طريقكم، تسوني عليا الساعة، الله يفتح.